في مجال المراقبة الدولية ديال منظمة ديال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، يؤاخذون على المغرب بأنه ما عندوش أطباء شرعيين. ودرنا واحد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، اخترنا مجموعة الأطباء، لأن حتى في المستشفيات، حتى في وزارة الداخلية، في وزارة الصحة، دوك كيديروا التشريح، جلهم ماشي أطباء تشريح، غير مجرد أطباء طب عام. لهذا درنا واحد الاتفاق، صدرنا واحد المرسوم، وبناء عليه تم تكوينهم في مجال الطب الشرعي. وهكذا هيئنا تقريبا واحد مجموعه ديال الاطباء الشرعيين، حوالي 33 طلبا توصلنا به، وخرجنا 17 طالب، ومازال حتى الان كنديروا واحد الحمله اعلاميه من اجل انهم منحوا لواحد مجموعه تاع الناس واحد الشهاده للاطباء، منحوهم واحد الشهاده باش يمارسوا الطب الشرعي. هذا المنصب كينصل على اربع سنوات باش نخرجوا واحد 250 طبيب شرعي. حنا كنشتغلوا عليها، اتفقنا مع جامعه من الجامعات المغربيه دير لهم التكوين، حنا ادينا المبالغ ديال هذاك التكوين، وسنعينهم في سيتم تعيينهم من طرف وزاره الصحه ووزاره الداخليه في الاماكن التي نحتاج الى طب شرعي. شكرا. تعقيب سي النائب. تعلمون ان مقياس تطور القضاء مرهون بتطور الطب الشرعي الذي يساهم في تحقيق العداله، لهذا نصر في فريقنا على اعطاء المكانه التي يستحق.